فتح عينيكم. زيت ام لارا. هلا مرحبا، انا اسمي زيت وعندي اسمها لارا. اليوم رجعنا لكم في فيديو جديد وتحدي جديد. بس قبل ما نبلش لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشارك وسبسكرايب لصفحتنا. طيب اليوم الفيديو عبارة عن تحدي، جبت لهم لعبة مفاجأة وراح يكون الفيديو تحدي كتير حلو. هذه تعطي لك لو غمضوا عينيكم يا حلوين، غمضوا عينيكم. جايز هاي المفاجأة اللي لهم، جاهزين؟ Are you ready؟ 1 2 3 فتح عينيكم. شو اسمها؟ تيفي. هون كاتبين شو الأشياء الموجودة بالبوكس. يلا نفتحها. هون أنا أعمل الكب كيك صح؟ يلا. واو، شو جوا هون؟ هيها شو طلع لنا؟ ورجينا أول إشي شو طلع. ورجينا يا لارا، ورجينا إياه. هذا. أوه. ممتاز. هذا سبينينج ويل. نشوف شو جوا. وهلا. يس. أشوف في كمان إشي جوا البوكس ولا لا؟ أوه لا، بلا في كمان أشياء هون. شوفي لارا، هون في كمان أشياء. أيوة. هاي الانستركشن، خلينا نشوف كيف طريقه اللعب فيها. طيب هلا ورجونا يا حلوين شو اجى جوا البوكس. هيو اجلنا كارت واجلنا السيكريت ثينكس عشان ممكن نسوي وراح نحط هدول. جاهزين؟ مع مين رح نبلش اول اشي؟ انا حجر ورقم يقص. يلا حجر ورقم يقص. يعني راح نبلش؟ لا ما تزعلي، تعالي يا عمري وينك. طيب يعني شو قررتوا مين راح يبلش اول اشي؟ انا. بس بدي اخلي لارا عشان هي ما احسنك حبيبي، الله يرضى عليك. طيب يلا ارجوها. يلا لحظه، مين راح نبلش اول اشي مع لارا؟ يلا يا لارا جاهزه؟ 1 2 3 بلو. شو طلع لك بالبلو كارد؟ برجر. برجر. يلا افتحي البوكس اللي لونه بلو. اوه شو طلع لك؟ افتحي جوا هون. لا خليها تفتحه. لحظه في كمان اشياء. واو لحظه ماما، لا في هون. ايوه هذول على البلو. ورجونا شو طلع لك يا لارا. اجلها سلايم واجلها دول. اوكي وكمان هاي البيس. يلا نحط هدول. واو بتقدري تحطيهم اون ذا توب؟ حطي منهم. بعدين دول جاز بعدين انا. اها صار زيد بعدين انا صح؟ دول التاني اللي الي. يلا خلينا نيجي نشوف. بينك. يلا طلع لزيد اللون البينك. عادي ماما وين؟ طيب انت افتح شوف شو بيطلع لك اول اشي وبعدين بنشوف الكروت. تمام؟ بينك. يلا افتح البوكس البينك. في اشياء نصلك. سلايم واشياء يعني بلو. كم كيس طلع لك؟ 3؟ يلا اوبن ات. هاي لارا عم تلعب. يا سلام كثير حلو. يلا يا زيد. ليتس نايس. 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 هلا خليه يطلعوا. What is this in the do? I think noodles. خلينا نشوف شو طلع له بعدين نشوف شو راح يعمل فيهم. سلايم. اوه ما احلى السلايم. نايس. اوه نودلز. نفس ال نودلز. ما احلاهم. خذ هاي اخر كيس. هيا وين اخر كيس؟ يلا افتح اخر كيس. هيا.
كلمة نودلز. شو آخر واحد طلع لك؟ إيش هاي؟ واو ورجينا شو هاي؟ الميت بولز. شوفوا التكتشر. ميت بولز. هذا بتقدر تشكل فيه. هذا الميت بولز. عمل هذا الشكل. يا سلام. اوكي. نايس. يلا هلا رح نروح على الجولة الثانية. دور لارا. خلينا نشوف شو ضل لنا الوان. جاهزة؟ 1 2 3 again no again purple كم واحد طلع لك؟ هاي واحد اثنين ثلاثة طلع لها كمان ثلاثة. يلا بلو سلايم. يلا ورجينا زيت شو الأشياء اللي طلعوا لها كمان. يلا بتشوف حظك شو بيطلع لك. اوكي لارا ورجينا شو بدك تعملي وبعدين شو بدك تحطي عليهم الكرات الاحمر. يلا كلهم. يا سلام هذا كلهم صح؟ اه زيتو مره. يلا هلا الراوند اللي بعده مين؟ زين. واحد اثنين ثلاث لف. شو اجالك؟ بنفسجي. لا اجين. يلا اجين جرين. شو طلع لك يا بطل؟ ثلاثة كمان. واحد لانا واحد للارا. يلا افتح هدول خلينا نشوف شو وصل لك. بعدين بدنا نعملها كمان مره ان شاء الله حبيبتي. يلا اوكي هاي بتحط عليها لارا. ايوه لارا طلع لها اول وحده يلو. هيها هذا بتكسر جد. كثير حلو. خلينا نشوف اخر اشي بالكيس شو طلع لك. شو لون السلايم؟ احلى لونه. يلا افتحه. وايت سلايم فيري جوبي. يلا اي هلف. انا خدت جرين. جود. يلا شو رح تعمل فيه؟ نايس. خلينا وهلا جايز الجولة الأخيرة الثالثة مبلا. يلا شو طلع لك؟ يلو. ما هو آخر لون طلع لك؟ يلا يا حلوين افتحوا ونشوف آخر شي شو طلع لنا. شو هذا؟ يلا غريب. شو بتفكروا؟ يلا My slime is pink again. ايوه كمان مره وايت. يا سلام. اسمعي مره بينك. وايت. مع وايت. اورنج سلايم. يلا افتحها. واو. شوفوا كمية السلايم اللي اجت فيها. خلصنا الفيديو. اشكال اللي عملها زين. جيلي لوك. يلا شو بدك تعملي؟ بدك تحطيها فوق هذا. حتى هذا كتير حلو. هذا اورنج. هذا نص تبعي. جيلي حلوين يا زيد. الوايت شكلهم لايك وبلي لايك لارا. از ات نايس؟ يا فيري نايس. بس اي دي لايك سلايم. جايز اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على صفحتنا. باي باي.